والله لما تعملي ايه؟ سن الياس ما بيرحمش. سن الياس ده يا حبيبتي للي استسلمه، لكن الشباب بيفضل على طول اللي بيحافظ عليه. تحافظي على ايه؟ شبابك فقدتيه من زمان، من زمان قوي فقدتيه في السكه. بس انا عندي نصيحه ترجعك 100 سنه لورا. بصي يا ستي، كوبايه ميه سخنه، حطي عليها معلقتين عسل وقلبيهم وبلبعيهم كده على بقك، هتقومي على البيت ده بالمنفضه تقطعيه. ظريفه قوي الاخت. ها سناء؟ نعم يا ماما. عاوزاكي قبل ما تروحي المدرسه تفوتي على الصيدليه اللي جنبنا وتجيبي لي منها حاجه. ألف سلامة عليك يا ماما، أنت تعبانة يا حبيبتي ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، أنا عايزة قلم رجع النبي كده على ذوقك. الله الله يا ماما، شايفة الناس اللي بيحافظوا على شبابهم اتعلمي. لا يا أختي، مخك راح لبعيد، أنا ما بتغندرش زي جماعة. ليه يا حبيبتي؟ قلتي تقدري؟ على فكرة قلم الروج ده للحاجة فتحية، أصل دخلتها النهاردة وأنت عارفة إن ابنها الصغير ما يقدرش على المسؤولية، على المعاشات وعنده أمراض الدنيا كلها. اللي تفيدك في الموضوع ده يا ماما وفي الكلام الفاضي والمسخرة نجلاء بنت مجيدة، ابعتيها تجيب لك قلم الروج. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، نجلاء عيانة النهاردة وهي نايمة مش رايحة المدرسة كمان. خلاص أنت يا حبيبتي بالخطوة السريعة انزلي اركودي جري وأنا أمسك لك الاستوب واتشي هات قلم الروج. يا أختي خفيفة يا أختي، يا أختي خفيفة. صباح الخير يا جماعة، بليز وطوا صوتكوا عشان عادل ما نامش طول الليل بيشخر، الزهر بيحلم في حلم. لا لا أنا خلاص صحيت، صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير يا ماما، صباح الخير. صباح الجرس. مفيش حد كان مع الدبدوب ده؟ لا يا بابا. وريني مكتوب عليه ايه؟ صنع في الصين. لا مش قصدي اللي مكتوب عليه من بره، قصدي اللي جوه الدبدوب ده اللي مكتوب فيه. استنى اوعي. استنى اوعي. ايه ده؟ ده جواب غرامي. ايه دولة؟ في ايه؟ الله، هو الدبدوب ده مطلع قلبه كده ليه لبره؟ عنده القلب يا سيدي عيان، ايه ناقصاك انت كمان؟ ايه بس يا دولة، ايه اللي مضايقك؟ احكي لي، انت لو ما اشتكيتش لابن عمك حبيبك يعني هتشتكي لمين؟ اولا انا ما احبش حاجه تحصل في البيت ما كنش فاهمها. على فكره بقى يا دولة، انت الحته دي بقى بالذات وارثها مني انا. سيبك من خالص. ثانيا دي سمعه بيت، يعني ممكن الكلام يتنطور كده ولا كده ويبقى شكلنا وحش قوي في المنطقه. ايه يا دولة، الحمد لله ما فيش نطورت اي كلام، لكن لو انت عايز الكلام يتنطور يعني ربع ساعه، ربع ساعة وهخلي سمعتكم على كل لسان. بس يا ولد، كل لسان ايه؟ دلوقتي أنا عايز أعرف مين اللي بعت الدبدوب ده؟ تاني حاجة عايز أعرفها، يا ترى اللي اتبعت لها الدبدوب هي عارفة اللي بعته ولا لأ؟ تالت حاجة، هل اللي بعت الدبدوب ده اختار الميعاد ده قاصد ولا لأ؟ رابع حاجة، لماذا اختار هذا الاسلوب في التعبير عن مشاعره؟ التي هي من الواضح انها متشعلله في اتجاه واحده عندكم في المنزل. يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال، ده ايه الحلاوه دي يا لا؟ ابن عمك مشرفك. تعال اقعد يا تعال اقعد، والله ممكن تفيدني وانت مش قاصد يخرب بيتك. هقول لك يا دولة، الموضوع ده ملهوش الا حل واحد. اوعى تقول لي نقرر الدبدوب، انا عارف دماغك يا الدبدوب. ايه بس اللي نقرره يا دولة؟ الدبدوب ده لعبة. صح، انا اسف، انا غبي. بص يا دولة، هو حل واحد من ثلاث حلول. ايه ده، انت هتقول لي ثلاث حلول؟ لا يا اخي، هو حل واحد بس جواه يعني ثلاث حلول. ايه الحل ابو ثلاثة ده؟ انا عمري ما سمعت عن حل ابو ثلاثة. اتفضل قول. اسمع مني،
لما بيبقى فيه مثلا واحد بيبقى مسروق منه فلوس في محل مثلا وبيبقى شاكك في واحد معين، بيعمل ايه؟ بيقوم حاطط له فلوس كده قدامه ويشوف يا هل يعني هياخدهم ولا لا. يا هل هياخدهم ولا لا؟ بس اكيد مش هياخدهم، دي فكره قديمه قوي يا رمزي، مفيش حرامي غبي بالشكل ده. عندك مثلا انا لما خنصرت منك 150 جنيه وكنت هتتجنن يا عيني علشان تعرف مين اللي واخدهم، بس كنت شاكك فيا، قمت انت جاي تاني يوم وحطيت لي 20 جنيه، قال ايه؟ علشان اخدهم ولا لا يعني؟ ايوه فاكر. وانا ما خدتهمش. ايوه طبعا، لانك انت كنت هارش ان انا عامل فيك الحركه دي. لا، لاني كنت لسه ما صرفتش ال 150 جنيه بتوع امبارح. يا زكي. ايوه دول فاكر. فاكر طبعا. طب انت عايز نعمل ايه يعني؟ احط للدبدوب 20 جنيه ونشوف هيسرقهم ولا لا؟ 20 جنيه بس اللي يتحطوا للدبدوب؟ الدبدوب ده لعبه. غبي تاني، انا برضو غبي تاني. افهمني عادي، ما هسامح. افهمني انت يا سيدي، تحط الدبدوب ده قدامهم وتشوف يا هل يعني مين فيهم هتاخده. يا هل مين فيهم هتاخده؟ تصدق فكرة يالا، ومكافأة ليك مخصوم منك ال 150 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي يا عادل، عرفت الدبدوب يبقى ابن مين؟ لا، عرفت الدبدوب مبعوث لمين. مين؟ 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 الدبدوب ده مبعوث لوحدة موجودة هنا في البيت. على فكرة يا عادل، انت ما تعرفش حاجة، انت ابني وانا عارفاك كذاب زفة. لا يا ماما، المرة دي انا عارف كل حاجة. الجواب اللي جه مع الدبدوب بيقول إن اللي بعته أول حاجة لواحدة ست هنا، تاني حاجة اللي بعت الجواب ده واحد راجل، تالت حاجة ودي الأهم، عايز أعرف الجواب ده والدبدوب مبعوتين لمين، ومين هو الراجل اللي بعته. ما تزعليش مني يا مجيدة يا أختي، الدبدوب ده جاي لبنتك نجلاء. يا سلام، وايه اللي ياكد لك بقى كده ان شاء الله؟ دي حاجه واضحه زي الشمس بدون تعليق. عشان هي مراهقه وبعدين بتتفرج على فيديو كليب وما راحتش المدرسه النهارده عشان تستنى الدبدوب، ومفيش داعي بقى فتة اكتر من كده. انا ما روحتش المدرسه النهارده عشان انا تعبانه، وبعدين فيها ايه يعني لما اتفرج على الفيديو كليب؟ ما سناها هي كمان بتقعد تتفرج معايا. بصي بقى، شور 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 ان الدبدوب ده جاي للست سناء. كل شيء جايز. ليه لا، انا ليا معجبين كتير، بس المعجب بيا هيجيلي من الباب، مش هيبعتلي دباديب. وبما اني مدرسه فاضله فانا بعكس شكل الاخلاق والرزينه والفضيله والاخلاق الرفيعه، وانا شايفه ان اللي بعت الجواب ده حاجه من الاتنين، يا اما مراهق يا اما بيعاني من مراهقه متاخره، وبعته لوحده حاجه من الاتنين، يا اما مراهقه يا اما بتعاني من حاله مراهقه متاخره. ها، انا مش بتكلم تاني. خلاص انا اسف قلت لك. سيبني اكمل كلامي يا اخي، مش عارف اعبر عن رايي. اتفضل. ولو بصينا للجواب ده بما ان انا دارس علم نفس، هنلاقي ما بين السطور نفهم من فحواه ان هو مبعوث لوحده في سن الياس. طب وليه ما يكونش حد طالع ونسيه، او حد نازل ونسيه، او حد كان واقف على الباب او معدي ونسيه، او حد نسيه علشان نسيه عادي يعني، او ممكن يكون حد تاني نسيه غير الحد اللي انت قلت عليه نسيه فنسيه يعني. طيب عموما بكره كل شيء هيبان. يلا يا راني. أنا عايز أعرف كل حاجة دلوقتي بقى. على فكرة بقى عادل، بقى أنت بصراحة يعني بتبالغ قوي، يعني بتبالغ قوي. أنا ما ببالغش، أنا لازم أعرف الدبدوب ده مبعوت لمين في البيت ده عشان أنا مش طرطور. ما هو ممكن يعني عادي، يعني ممكن يكون جه بالصدفة.
الصدفة ازاي؟ هو بني آدم؟ ده لعبة يا هانم. طيب ممكن يكونوا بيوزعوه هدايا بمناسبة عيد الحب. مين هم اللي بيوزعوه؟ الناس اللي بتوزع. مين هم الناس اللي بتوزع؟ الناس اللي بتشتغل موزعين يا عادل. اللي هم مين؟ هم الصينيين. قصدك مين يعني؟ السفارة الصينية؟ ممكن يكونوا بيوزعوا دعاية لمنتجاتهم. يا سلام، هم الصينيين محتاجين دعاية؟ مش محتاجين أي دعاية. عموما أنا هحط الدبدوب ده في الصالة وأشوف اللي هتاخده تبقى هي اللي مشاركة في الجريمة. ولا ايه؟ ايه ده؟ يا ماما طردتك بره الاوضه؟ ايه الدبدوب؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هو فقس؟ لا دي مامتي الدبدوب، جت عشان تسال عليه. جت تسال عليه؟ قلب الام بقى وجت بنفس الطريقه برضو؟ هي كمان رنت الجرس، اما فتحت الباب لقيتها واقفه. لقيتيها واقفه وجايه بنفسها يعني. انت ما تعرفش. ما اعرفش ايه؟ ايه؟ اصل اللعب لما احنا بننام هي بتقعد تتحرك وتمشي وتاكل وتشرب وتلعب مستيكه وتلعب استغمية مع الدبدوب التانية وتروح تزور جيرانها ومش عارفه إيه. انت بتسرحي بيا؟ جرى ايه يا ياسمين؟ لعب ايه اللي بتتحرك؟ اهو بس. وبعد كده بعد ايه لما احنا بنصحى هي بتقف ثابته كده. لا معقوله يعني؟ معقوله يا ياسمين اللعبه هتقعد تتحرك ولما تبص لها تفضل ثابته والبلد كلها عارفه وانا الوحيد اللي مش عارف؟ اسرحي بيا. يلا بيا. يا سلام. يلا يا ياسمين. اوعى كده. يلا بقول. انا خلاص كل خيوط الجريمة بقت في ايدي. الجواب التاني اللي جه ده وضح لي حاجات كتيرة جدا ما كانتش باينة في الجواب الاولاني، وعرفت مين هو اللي جاي له الدبدوب التاني. مين يا عادل؟ نفس اللي جاي له الدبدوب الاولاني. وعرفت كمان مين اللي بعته. يوه، مين يا عادل؟ نفس اللي بعت الدبدوب الاولاني. ايه المعلومات الفظيعة الجديدة اللي انت اضفتها دي يا عادل؟ ما كل ده معروف يا ابني. ما هو معروف عشان انا اللي قلته دلوقتي حالا قدامكم، لكن انتوا لو ما كنتش قلتلكوا ما كنتوش هتعرفوا. طب ما تقرا لنا بقى الجواب علشان نعرف مين بدل الالغاز اللي انت عمال تقولها. حاضر، جواب هيتقري. حبيبي يا صغير يا وحشني. يا صغير طبعا عرفنا هنستثني مين. يا خساره يا دي الحظ، ناس ما عندهاش نظر. حبيبي يا ابو عيون عسلية. خسارة عينيا زرقاء. دي هحاسبك عليها بعدين، اصبري. حبيبي يا ابو عيون عسلية، كلك رقة وطيبة وحنية. فلت الجبان. ما تزود يوم وتطل عليا حبيبي يا ابو عيون عسلية. أنا كنت متأكدة إن الدباديب دي بتيجي ليا أنا، بس بصراحة أنا معرفش مين اللي بيبعتها لأن ذوقه زبالة، وأنا بصراحة ما بعرفش ناس زبالة. بس 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 نجلاء يا حبيبتي، إحنا طبعًا عارفين إن إحنا عيلة واحدة وإحنا أسرة واحدة، ولازم تفتحي لي قلبك لإما هفتح لك دماغي. والله العظيم
العظيم ما اعرفه. انا مش مصدقك يا نجلاء. الله، ويعني هي هتكذب ليه؟ البنت ما بتكذبش لانها طلعاني، ما بكذبش ابدا. على فكره بقى الدباديب دي بتيجي لياسمين، لان انا شفت الواد حماده كان عمال بيحوم حوالين البيت من يومين. بس 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 ياسمين يا حبيبتي، انا عايزك تفتحي لي قلبك وتقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. الواد حماده كلمني من يومين وقال لي ان هو في شرم. يا كذابه. انا بقى عارفه مين اللي بيجي له الدباديب دي. مين يا ياسمين؟ نجلاء. وانت عرفت منين؟ عشان بتفتري عليا دلوقتي. خلاص بقى يا عادل، بيجي لها الدباديب من حد ما تعرفوش، كبر بقى. انا اللي هفتح، انا اللي هفتح. دول عايزين لهم اوضه لوحديهم. استنوا، الخيوط بتاعت الجريمه ابتدت تكتمل يا جماعه. رباني مع الدبدوب. ها، اللي بيتبعت له الدباديب دي هيعترف على نفسه ولا اقرا الجواب ولا ايه؟ يا عم ما تقرا الجواب وتخلصنا في ليلتك دي يا عادل. ماشي، انا هقرا الجواب، مع اني كنت مدي فرصه للي بيجي له الدباديب. أنا ببعت لك النهاردة عشان أقول لك كل سنة وأنت طيب، عشان تعرف إن أنا ما نسيتش عيد ميلادك. مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا حبيبي، وماضي البجح كمان. النهاردة بقى عيد ميلاد مين؟ مبروك يا بابا، عيد ميلادك النهاردة مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، كل سنة وأنت طيبة. ها، هتقولوا عيد ميلاد مين ولا أعرف أنا بنفسي؟ ما هي قالت لك بنتك كل سنة وانت طيب ومبروك. ايه ده، قصدكوا ايه؟ قصدكوا ان الدباديب دي كلها كانت بتيجي عشان انا؟ يلا يا جماعة بقى نسيبهم مع بعض في لحظة هدوء وحب وسعادة. دبور وزن على خراب عيش. باي باي بقى يا عدولة، سهرة سعيدة. ربنا معاك يا رب. خلينا مطينا بطينا. رانيا حبيبتي، اكيد في حاجه غلط، الخيوط بتاعت الجريمه كلها اتلخبطت في بعض. عادل يا حبيبي، انت الوحيد اللي عيد ميلادك كان النهارده، يبقى انت اللي كان بيجيلك الدباديب وانت اللي كان بيجيلك الجوابات يا ابو عيون عسليه. صحيح، ايه حكايه يا خساره عينيها زرقاء دي؟ ها، ما تغيرش الموضوع. مين اللي بيبعت لك الجوابات؟ والله بجد ما اعرف يا رانيا، والله ما اعرف. طب وريني الجواب. ايه ده؟ هو مكتوب اهو، من فيرجينيا البرازيل، ملحوظة، مرسل مع الجواب صورة ليا عشان ما تنسانيش. يا سلام، مين بقى الست فيرجينيا البرازيل دي يا عادل؟ ايوه افتكرت، دي ست كبيرة عندها بتاع 70 سنة، يعني جت مصر كده من 10 سنين وعملت لها سفاري هي ومجموعة من اصدقائها، فست بتشكرني يعني مش اكتر يعني. هبل، اصل انا عايزة اصدق الكلام لهبل ده بجد، اكيد في خيط غلط دخل في وسط الخيط. لا، استنى انت بتعمل ايه هنا؟ انا بتاع التليفونات على فكره. دولا بتاع التليفونات على فكره يا دولا، ده ايه الغباء اللي ملوش نهايه ده؟ معلش يا دولا، بص انا بصراحه بقى نسيت احط صوره الست فيرجينيا مع الجوابات اللي انا حطيتها. ايه ده، هات الصوره دي، هات الصوره دي. ما هي دي فيرجينيا. ايوه هي دي، دي صورتها من 10 سنين ايام ما كانت هنا في مصر من 10 سنين. دولة هتلاقيها كبرت بقى. سلام عليكم رمزي. نعم. عايزك تسبقني على البازار. انت يا رمزي، انت اللي كنت بتبعت الدباديب والجوابات دي كلها، ده انا كنت هطلق بسببك. هتستهبل يالا، يخرب بيت عقلك، مين اللي خلاك تبعت الدباديب دي؟ ياض ولا هتعمل لي فيها اخرس؟ مين اللي كان بيخليك تبعت الدباديب؟ كله ناحيه واحده يا غبي مره كده. ولا
قول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ برضه مصر على الانكار. ماشي، عشان ما يبقالكش حجة، قول لي بقى مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ انا شلت لك اللزق، خلاص تعرف تتكلم عادي، اتكلم. عطشان. عطشان دي اول كلمه تنطقها؟ عطشان. حاضر يا سيدي. عطشان دوله، ادي الميه اهي، مش هشربك الا لما تقول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب. فيرجينيا بتاعت البرازيل يا دوله. فيرجينيا بتاعت البرازيل، وما قلتليش ليه كده من الاول؟ اصل هي كانت موصاني ما اقولكش. وانت رحت سامع الوصيه. حلوه قوي. الجوابات اللي كانت بتيجي مع الدباديب كانت مكتوبه بالعربي، اكيد مش فيرجينيا هي اللي كاتباها. مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دوله. يعني مش هتقول لي مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دوله. وسر برضو على الانكار، مين اللي كتب الجوابات؟ انا. غبي غبي، برضو مصر، برضو مصر. انت حر، مش هتشرب، هسيبك هنا اهو كده، اهو مربوط في الشجره لغايه اما تموت. مين اللي كتب الجوابات؟ ما اعرفش. ما تقول كده من الاول، مين اللي ما كتبها؟ ما اعرفش، ما اعرفش، ما اعرفش. ثلاثه ما اعرفش، يعني انت اللي كتبت الجوابات. ولا مين؟ مش عارف. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.